The Mouse and the Lion، الفأر والأسد. حبايبي الحلوين، هنحكي مع بعض قصة جميلة وممتعة. معانا في قصتنا كارترز، الشخصيات هم مين؟ Here is a mouse، ها هو الفار. Here is a lion، ها هو الأسد. كان عندي يا أصدقائي ألد الماوس، كان عندي فأر صغير عامل نفسه شجاع ومش بيخاف. وفي يوم من الأيام وهو بيتمشي في الغابة قابل ذا لايون الأسد وقال له هلو لايون، هلو هلو، مرحبا يا أسد، مرحبا مرحبا. رد الأسد وقال له هلو ليدل ماوس، هلو هلو، مرحبا يا فأر صغير، مرحبا مرحبا. خاف الفار من الأسد يا أصدقائي وقال له بليز دونت مي، لو سمحت لا تأكلني. I can help you، أنا أقدر أساعدك. I can help you، أنا أقدر أساعدك. ضحك الأسد يا أصدقائي وقال له You can't help me little mouse، أنت لا تقدر أنك تساعدني يا فأر يا صغير. The lion، الأسد، ترك the mouse، ساب الفأر يمشي يا أصدقائي. وفجأة the mouse، الفأر، سمع صوت من بعيد. What's that؟ ما هذا؟ Help، مساعدة. The mouse، الفأر، ذهب بسرعة. وفجأة وجد the lion، الأسد، أنت شبكة. I can help you lion، أنا أقدر أساعدك يا أسد. رد عليه الأسد وقال له Yes you can help me mouse، نعم تقدر تساعدني يا فار. You can point the net، يمكنك أن تحط الشبكة. The mouse، الفأر يا أصدقائي، أنقذ the lion، أنقذ الأسد. Thank you mouse، شكرا لك يا فأر. You are a good friend، أنت صديق حسن. ومن هنا يا أصدقائي أصبح the mouse and the lion أصبحوا إيه؟ friends، أصبحوا أصدقاء. وكده خلصت قصتنا، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب. Goodbye.